أنت يلي قتلت عمو موهان لال مثل ما قتلت أبي. طلعت كتير ذكية وعرفتي كل شي يا بنت، بس شو الفايدة إذا عرفتي وأنت ما عندك دليل إنه موهان لال مات بسبب ميتوري؟ بتعرفي إنه في 15 ميتور مثل ميتوري مالهم لوحة أرقام انباعوا من الصالة اليوم؟ كيف بدك تثبتي إنه هذا الميتوري اللي ضرب موهان؟ بتعرفي؟ روحي قدمي شكوى ضد 15 شخص بس لأنه نشتروا نفس هذا الميتور اليوم. عامل حالك محققة؟ وعم تدوري على أدلة ما هيك؟ مشان حضرتك تفتحي قضية أبوكي من جديد وتحققي العدالة كمان. ما في فائدة من هالشي، ما رح تستفيدي شي بالمرة، لأني تخلصت من الدليل الوحيد البقيان. ما رح تقدري تعملي شي بنوب، واسمعي هاي النصيحة وإلا رح تندمي. ما لازم تغلطي مع شرطي، وخصوصي إذا كان هالشرطي مثلي أنا. تخدي بنت بالعقل. أبوكي كان مستحيل يقدر يشتري مثل هيك ميتور غالي، مو؟ بس هو كان رجل صاحب مبادئ وكان بده كل الناس تمشي على المبادئ تبعه. مشان حضرتك تفتحي قضية أبوكي من جديد وتحققي العدالة كمان. ما في فائدة من هالشي، ما رح تستفيدي شي بالمرة، لأني تخلصت من الدليل الوحيد البقيان. ما رح تقدري تعملي شي بنوب، واسمعي هاي النصيحة وإلا رح تندمي. ما لازم تغلطي مع شرطي، وخصوصي إذا كان هالشرطي مثلي أنا.